سعيا لإزالة الفوارق الاجتماعية وتحسين حياة السكان بالأرياف، لا تزال سيدة البلاد الأولى هند ديبيت نو تدعم الأنشطة الزراعية عبر مؤسستها مؤسسة القلب الكبير، حيث حظي أعضاء الجمعيات النسوية بولاية لوغون الشرقية بمعدات زراعية بعد مشاركتهن في الدورة التدريبية حول الأنشطة ذات العائد المادي. ممثل مؤسسة القلب الكبير عيسى محمد مهدي قال إن من أهداف المؤسسة تدريب النساء وإعطائهن معدات العمل للتطبيق الفعلي لما تلقاه أثناء الدورة، وأكد بأن هذا العمل يساعد على استقلالية المرأة وتحسين وضع الأسرة التشادية. مبادرة مؤسسة القلب الكبير لاقت إشادات من قبل المستفيدات اللائي لم تخلو مداخلاتهن من الثناء على جهود سيدة البلاد الأولى هند ديبيت نو. الأمين العام لولاية لوغون الشرقية آدم آدمي يوسف شكر جهود المؤسسة وأضاف بأن أنشطة مؤسسة القلب الكبير تركت أثرا في نفوس المواطنين بالولاية، مطالبا بزيادة الدعم والوقوف مع الشرائح الضعيفة لتحسين الوضع المعيشي وإزالة الفوارق الاجتماعية بالولاية. في إطار دعم العملية التربوية والنهوض بها، مؤسسة القلب الكبير تسلم صباح اليوم معدات دراسية إلى أبناء مدينة مسنية. مناسبة التسليم كانت بحضور حاكم ولاية شاري باقرمي الدكتور أبو بكر جبريل أبو بكر محمد هارون الحسين والتفاصيل. في إطار دعم المدرسة الشادية، قدمت مؤسسة القلب الكبير معدات دراسية لتلاميذ الولاية بهدف الوقوف مع الشرائح الضعيفة في المجتمع. بصفته رئيس جمعية أولياء أمور التلاميذ بولاية شاري باقرمي، بان هاجي ولي سلطان باقرمي تحدث عن أهمية هذه المساعدات. الفخامة هند ديبيت نو دائما وأبدا ما خلانا وبيجيب لنا الفرح وسرور في إقليم حنا شاري باقرمي، خاصة وفي محافظة الباقرمي. عشان شنو الشيء ده عنده معنى وبيوصف بنيته المخلصة لتربية أنا بناتنا وأنا أولادنا. مندوب التربية الوطنية وترقية المواطنة بولاية شاري باقرمي ليكي دمجوجي روبير باسم جميع العاملين في هذا القطاع شكر رئيسة مؤسسة القلب الكبير على تقديم المساعدات المتعددة. ممثل مؤسسة القلب الكبير بالولاية شاري باقرمي قادر صالح كان في كلمته قال إن هذه المعدات جاءت في الوقت المناسب مع دخول العام الأكاديمي 2020-2021، مضيفا بأن المؤسسة تهتم دائما بالجانب الإنساني. ومن ثم تسلم حاكم الولاية وبدأت عملية التوزيع للتلاميذ. في خطابه حاكم ولاية شاري باقرمي الشيء اللقوصة الكراسة والشنطة والقلم وكل هذه الأشياء الحمد لله وفرت لنا السيدة الأولى، وهذا ليس أول مساعدة. علما بأن هذه المعدات الدراسية جاءت في الوقت المناسب مع بداية العام الدراسي الجديد، مما أدخلت البهجة والسرور في نفوس التلاميذ.